يمكن كتير مننا بيقول هو المسلسل اللي اتعمل ده كان الهدف منه ايه؟ الهدف منه ان احنا نسجل بأمانة وإخلاص وشرف في وقت بينعدم فيه الشرف والصدق، ينعدم فيه احنا بنزايد كتير، لكن احنا كنا حريصين. وانا اقدر اكد لكم ان على الاقل كل كلمة اتقالت في الوقت ده مع الناس الكبار يعني بمنتهى الدقة ده اللي حصل. طب معقول إن حد يبقى مختلف مع حد في أفكاره يساعده؟ يساعده ليه؟ طب يتآمر؟ ما يتآمرش ليه؟ ما يتآمرش ليه؟ مش كده ولا إيه؟ لا والله، وأنا بحلف بالله أبداً. وسبب النجاح وسبب التغيير إن لا كان في تآمر ولا في خيانة ولا في عدم إخلاص، لأن الإخلاص ما كانش لحد، الإخلاص كان لله وللوطن ده اللي ما يتحملش أكتر من كده. يعني أنا لما أجي أقف الوقفة ديت مع الرئيس مرسي الله يرحمه، أنا بقف مع مصر، بقف مع مين؟ مع مصر. لو اتأمرت عليه بعد ما تولى يبقى أنا اتأمرت على مصر، يبقى أنا إيه؟ اتأمرت على البلد، اتأمرت على 100 مليون، ضيعت حياة ومستقبل واستقرار 100 مليون. الحب هنا ملوش مكان، الفكر هنا ملوش مكان، الإخلاص والأمانة والشرف من أجل بناء وحماية وطن. وأنا بقول لكم والآخر، إحنا في يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى هنقف قدامه، وكل واحد مننا بما فيهم أنا هتسأل على كل كلمة وكل فعل أنا فعلته في حياتي كلها، وطبعا في الفترة المهمة دي. شعب مصر العظيم، إن تضحيات المصريين وأحلامهم وأحلامهم هي ضمان بقاء أمتنا العظيمة. ومثلما عبرنا معا التحديات السابقة، سنعبر ونجتاز أيضا التحديات الحالية. وفي ذلك الحضور من ممثلي الشعب الذين اجتمعوا على مائدة الأسرة المصرية، أعلن لكم بكلمات واضحة وبلسان مصري مبين بأننا نجدد العهد بأن تجمعنا المساحات المشتركة في وطننا الغالي لنبني مصر المستقبل. وفي سبيل تحقيق ذلك أؤكد لكم بأنني قررت ما يلي. أولاً، تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تشمل تنفيذ إجراءات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم والتحول الرقمي، وتوجيه كل الدعم اللازم للمستثمرين المصريين في كافة المجالات السياحية والصناعية والزراعية والتطوير العقاري والتحول الرقمي. ثانياً، إطلاق. ثالثاً، تكليف أجهزة ومؤسسات الدولة بالاستمرار في دعم مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي التي نفذتها خلال الشهرين الماضيين لتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لعدد 9 ملايين أسرة، مع قيام الحكومة بدعم التحالف بقيمة 9 مليارات جنيه حتى نهاية العام الجاري. ودعوني في هذا الجمع الكريم أن أتقدم لجميع أعضاء هذا التحالف من جمعيات ومؤسسات بالتحية والتقدير على الجهد المبذول والتنسيق والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لإنجاح هذا النموذج الناجح للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني. رابعاً، انطلاقاً من الإعلان عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، فإنني أدعو كافة الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لإطلاق منصة حوار من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم الدعم للعمل الأهلي والمجتمعي واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل العمل المجتمعي بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة. خامساً، تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم
لمزارعي القمح في مصر، وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، وبما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح. سادساً، إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توثق قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة. ولا أخفي عليكم سعادتي البالغة في خروج دفعات لعدد من أبنائنا الذين تم الإفراج عنهم خلال الأيام الماضية، وأقول لهم إن الوطن يتسع لنا جميعا، وإن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. سابعاً، تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال المعارض المختلفة التي تم إقامتها على مستوى محافظات الجمهورية، باستمرار عمل هذه المعارض لتقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجاري. ثامناً، تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلي شخصياً مع وعد بقيامي بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية. وأنا عايز أقول لكم هنا برضو في حواري مع الإعلاميين تكلمت على موضوع الإصلاح السياسي، وقلت هل هذا الموضوع كان في بالنا ولا لا؟ كنا نستهدفه ولا لا؟ عايزين نعمله ولا لا؟ لا طبعا، أنا على المستوى الشخصي كنت حريص على هذا الأمر، ولكن يمكن الأولويات كانت مأجلة الموضوع ده شوية. لكن دلوقتي أنا بقول إن إحنا بنطلقه وبنتيح الحوار والنقاش لكل القوة بدون استثناء أو تمييز، القوة السياسية بدون استثناء أو تمييز، وأيضا بعد ما يبقى فيه مخرجات معينة هذا الأمر يعرض على مجلس الشعب، على البرلمان آسف، وعلى مجلس الشيوخ عشان يبقى الإقرار أو القوانين المطلوبة أو مزيد من النقاش فيه يتم العمل عليه. إحنا محتاجين نعمل ده دلوقتي بعد المرحلة اللي إحنا عملناها، لما قلنا إن الدولة المصرية خلاص إحنا في إطلاق للجمهورية الجديدة، وبالتالي لابد إن يكون ده ضمن المفردات اللي إحنا نتقدم بيها عند إعلان الجمهورية الجديدة، وأتمنى التوفيق في هذا الأمر يعني.